هلا اول شيء انا كثير مبسوطه اني موجوده اليوم بالمغرب بكازابلانكا هالبلد الحلوه كتير المضيافه فيكم اول شيء انا متحمسه لمهرجان قفطان قفطان فيستيفال واكيد بدعوه من مجله الاسره المغربيه فكتير مبسوطه اني حكون موجوده بيناتكم وحاحضر الفستيفال وحكون وحده من الناس الموجودين باللجنه وبنفس الوقت انا كمان حصور اعمل فوتو سيشن لمجله الاسره المغربيه للمصممه طبعا العربيه والعالميه لانه بالنسبه لإلي صارت ما شاء الله يعني عالميه بالنسبه للشيء اللي انا لابسته اليوم مدام سنا سنا اليكانس فكتير يعني ابداع متميز بموضوع القفطان هلا اليوم اكيد هي اقتراحها كان وبصراحه يعني انا كتير مبسوطه انه هي عرفت شو انا بحب لانه مثلا هي ما كانت شافتني قبل فيس تو فيس وما بتعرفني على الحقيقه فيمكن من خلال متابعتها لإلي او من خلال صورها شافت انه هذا الشيء بلائم بلائم لون شعري لون بشرتي وستايل جسمي فما شاء الله يعني هي مصممه فاكيد عندها ذوق وابداع بهذا الموضوع الميك اب طبعا لصبيتين كثير زراف وحلوين وانا بتوقع لهم شيء حلو كثير لقدام هن ووصال ومها بقول لهم ثانك كثير على الميك اب الناعم والحلو هلا هي مو اول زياره للمغرب هي ثاني زياره للمغرب بالنسبه لي من عشر سنين يعني من عشر سنين تماما اجيت على المغرب بال2008 اجيت مع الاستاذ نجدة انزور لنصور مسلسل هون وقضينا فتره كثير حلوه يعني بصراحه كثير حبيت كازابلانكا ومن هذيك الفتره لليوم انا كنت متمنيه ارجع زور كازا وخاصة انه عندي كتير اصدقاء موجودين بكازابلانكا من الفنانة خولة بن عمران وبجهل تحية كتير كبيرة يعني نحن تعرفنا على بعض ببيروت طبعا كان بزيارة لأهل زوجها الأستاذ وسام وتعرفنا على بعض ونشأت بناتنا على وهي بنت كتير حبوبة وبنفس الوقت أنا يعني كنت تابعة من أيام ستار أكاديمي كنت حاسة أنه هالبنوتة عندها شيء مختلف تماما عن عن غير صبايا يعني كانوا موجودين يعني بتحسي ما بتشبه حدا إن كان بجمالها أو إن كان بصوتها فكتير بنوتة حبوبة وكتير حبيتها يعني والحلوة العلاقة الصداقة بيننا صح يعني بين المشرق والمغرب بس ما هيك علاقتنا مستمرة هلا خولة يعني بصراحة بتحكي منيح لبناني يعني فأكيد بصير التفاهم بموضوع اللهجة باللبنان والسوري بس بدي لها أنه لازم تعلميني تعلميني المغربي لأنه بحب كتير اللهجة المغربية حلوة كتير ممكن مثلا بغيلك بالزاف <applause> يعني اليوم كنت عم أتفرج على فكرة بس يعني كلماتكم صعبه كثير يعني بدها بدها وقت، بدكم تعطوني وقت لاتعلم؟ هلا انا بصراحه بحب المطبخ الروسي والاوكراني لاني اتربيت باوكرانيا وروسيا حتى الاكل السوري واللبناني انه بالنسبه لي انه عادي بحبه بس طبعا هو من اطيب الاكلات بس انا بالنسبه لي معوده على الاكل الغربي اكثر بس بالمغرب كثير حبيت الكسكس عندكم هاي الأكلة مميزة و... وفي الأكلات مثلاً مرة أكلت اكلة بس ما اتذكر شو شو اسمها طاجن او هيك شيء طاجن يمكن كثير كمان حبيتها آه جديده هو طبعا مسلسل اسمه حرم ليك هو من المسلسلات الضخمه كثير آه من انتاج شركه كلاكيت واخراج استاذ سامر اسحاق وهو بيحكي عن حقبه السلاطين ايام السلاطين بيشبه بالصوره العامه لحريم السلطان بس طبعا هو مختلف تماما بس فيك تقولي نفس الحقبة بالزمنية. وعندي مسلسل اسمه سلاسل الذهب مسلسل شامي كمان من إنتاج جولدن لاين وإخراج أستاذ إياد نحاس وعندي اسم مسلسلات كتير لقدام إن شاء الله قريبا كمان بحكي لكم يعني هو وقت بيكون النقد ايجابي اكيد بتعامل معه بطريقه كتير ايجابيه واكيد انا بنبسط لاي حدا بينتقدني بشكل صح لحتى انا اتطور او لحتى اقدم احسن بس في كتير عالم اليوم بالسوشيال ميديا هي بس مجرد انه بيحكوا شيء سلبي ليأذوا او ليجرحوا فهذا الشيء انا ما باخذ فيه ابدا يعني بالنسبه لي عادي يعني بلوك وخلاص بحبكم بزاف وان شاء الله يا رب على طول نبقى على تواصل واقدر اقدم لكم كل موسم شيء جديد وشيء حلو وكثير مبسوطه اني موجوده هون قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي